شباب يحدهم الأمل بالتغيير، فهم مفاتيح المستقبل ومن سيشكل دعائم النمو والتطور والازدهار في العراق. فتبنوا الفكرة وبدأوا بعد أن عجزت الحكومات المحلية عن تنظيف شارع أو القيام بطلاء جدار هنا أو هناك أو ترميم مدرسة. هؤلاء الشباب وبتبرعات الأهالي البسيطة نفذوا الفكرة ليثبتوا سلميتهم. إحنا مجموعة من الطلاب متمثلين بعدة مدارس، يعني مو مختصة بمدرسة واحدة. بالبداية التظاهرات شاركنا مظاهرات سلمية، شفنا انه على مستوى القضاء ماكو اي مطالب تحققت. فبادرنا احنا الطلاب بيناتنا، واحنا جمعنا فلوس بيناتنا وقمنا يعني نرسم فشي حتى نترك بصمة انه بالمستقبل اكو شان طلاب سوى التغيير. التغيير اذا ما يبدي من الشعب مستحيل حكومة راح تتغير. فيعني شلون اريد اقول لك، اذا كل واحد يجي يرسم له ولو شغله صغيره بلكت نقول عسى ولعل المسؤول الكبير راح يحس. يفرحنا من نشوف ابنائنا لهم امل، نشوف املهم كبير، يفرحنا شيء ويخلينا امل بهذا الوطن ان شاء الله، وان شاء الله وطننا ما يضيع بدون هاي الشباب موجوده عندنا. الخيرين والخيرين موجودين ما يضيع وطننا إن شاء الله، وإن شاء الله نحو الأحسن. الشباب أنفسهم أكدوا أنهم عملوا في يومين ما عجزت عن عمله الحكومات المحلية. نطلع ونطالب بحقنا، بس يعني هسه مثل جمعنا اليوم يعني على ألف ألف، بس هو شيء راح يغير من البيئة، يغير من المنطقة شيء. هذا مثل اللون الأسود الأبيض للسلام لكل شيء، يعني يبين صدق هاي الطلاب طالعة بين يطالب بحقها. هسه نظفنا الشارع، غسلناه، رتبناه، غيرنا صدق، يعني طلاب وطلعت، ومن الصبح لحد الان احنا كملنا الشارع، هسه قاعد نصبغ. يعني هذا الشيء كلش حلو، من يعني هوايه تبرعات الطلاب وما قصروا الوليد، ويعني احنا نطالب يعني بين تتحقق مطالبنا. نيت مشاريع بسيطه ما تكلف الحكومه هواي، اقل شيء 150,000 دينار. احنا كطلاب احنا نصبغ المدرسه مالتنا يسنا منها، ما حد يبينا. وبحسب مختصين فان التغيير يبدا اولا كفكره يتبناها بعض الافراد ثم يدعون غيرهم اليها، وتكون الدعوه موجهه للجميع، وهذا ما يفعله الشباب العراقي. فقوة التغيير الموجودة في داخلهم كانت تنتظر من يوقظها.